حقكم. شفاف عبوة الغاز العصرية من وقود، تتميز بأعلى مستويات الأمان وبوزنها الخفيف وبتصميمها الرائع. كما تقدم وقود لمستهلكيها أحد أكثر منظمات الغاز تطوراً وأماناً في العالم، حيث لا يسمح بتسرب الغاز إذا لم يكن متصلاً بالأسطوانة بشكل صحيح. ولأن الاستخدام الصحيح يقي من الحوادث، ينصح باتباع الخطوات التالية قبل الشروع في استبدال الأسطوانة الفارغة بأخرى ممتلئة. قم بإغلاق محبس المنظم وإغلاق جميع الأجهزة. قم بفك وتركيب الأسطوانة برفق. تأكد من وضع الأسطوانة عمودياً ولا تعرضها لحرارة الشمس أو اللهب. لسلامتكم ينصح باستعمال خرطوم الغاز من وقود، كما يجب استبداله عند اكتشاف شقوق أو قطوع به. للتأكد من عدم وجود أي تسريب، يمكن استخدام إسفنجة أو فرشاة مبللة بالماء والصابون ووضعها حول المحبس وقاعدته. تصاعد الفقاعات يشير إلى وجود تسرب للغاز. يمنع منعاً باتاً استخدام اللهب لاكتشاف التسريب. في حال وقوع تسرب للغاز، قم بالخطوات التالية: احذر من تهوية المكان بتشغيل مروحة الشفط أو الإنارة، أبقي الوضع على ما هو عليه، ولا تقم بإغلاق أو تشغيل أي من الأجهزة الكهربائية. أغلق محبس المنظم. افتح فوراً النوافذ والأبواب لتهوية المكان. أغلق أي مصدر للهب وامنع التدخين فوراً. يمكن تركيبها في البيت بكل سهولة وأمان، فهي على عكس الأسطوانة الحديدية غير قابلة للانفجار. كما يمكنك معرفة مستوى الغاز من خلال العبوة الشفافة العصرية. أسطوانات شفاف هي الجيل الجديد من عبوات الغاز الصديقة للبيئة. شفاف عبوة الغاز العصرية والأكثر